السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة مامي في البيت النهاردة أصدقائي هنبدأ مع بعض أولى دروس منهج الماس ده عندي بالنسبة للترم الثاني إن شاء الله أصدقائي هشتغل من كتاب الباهر اللي حابب يتابع معايا قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على علامة الكل علشان يصلكم كل فيديو جديد أنا بنزله ليس ستارت اول حاجه اصدقائي هنبدا هنبدا كده اصدقائي مع بعض نراجع مراجعه سريعه على النمبرز اللي احنا اخذناها قبل كده طبعا كلنا لازم نكون عارفين النمبرز هنا عندي اصدقائي نمبر 1 1 2 2 3 3 4 4 تمام اصدقائي طبعا هنبدا نكتب عندي كل النمبرز دي مره كمان تمام 5 5 6 6 seven, seven, eight, eight, nine, 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 and ten. Ten, ten, ten. طيب أصدقائي. أصدقائي مراجعة سريعة على الـ شوف ما بعد أصدقائي اللي بعده choose the correct answer. يعني اختر الكلمة الصحيحة هنا أصدقائي هنبدأ كده نعد مع بعض هنا عندي one two three four فين يا أصدقائي؟ ها؟ طبعا دي عندي فوق، هحط سيركل. هنا يا أصدقائي هنبدأ نعد. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، فين عندي يا أصدقائي؟ دي؟ نو دي؟ نو دي؟ يس، very good. طب هنا عندي أصدقائي هنبدأ نعد. 1، 2، 3، ده عندي، نمبر 3. طيب هنا عندي أصدقائي؟

فين عندي نمبر تين يا حلوين؟ ده عندي نمبر تين، نشوف اللي بعده، count and circle according to the number، يعني بيقول عد وضع دائرة طبقًا للرقم، هنبدأ أصدقائي كده نعد الكور دي ونبدأ نحط circle، ده عندي نمبر تو، هنا نعد أصدقائي يبقى تو بولز، يبقى عندي وان، تو، هنبدأ نحط كده عليهم circle، هنا يا حلوين، هنا نمبر فول. يبقى 1 2 3 4 يبقى هبدا احط كده يا اصدقائي سيركل على 4 طب هنا اصدقائي 7 هبدا كده اعدها اقول 1 2 3 4 5 6 7 يبقى اصدقائي هاخد كده عندي واعمل سيركل كبيره شايفين معايا اصدقائي كده تمام اوعوا يا اصدقائي ناخد دي كده هيبقى ايه تمام كده عندي يبقى 7 طب وهنا 6 1 2 3 4 5 6 فيري جود هبدا احط كده يا اصدقائي واعمل سيركل كبيره طيب وهنا عندي تي دي بي عارفينه عندي كام عندي 8 يبقى هقول 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى اصدقائي هعمل كده عندي سيركل كبيره قوي 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 شايفين ازاي طب وهنا عندي 3 هقول 1 تو سي هعمل كده يا اصدقائي سيركل شايفين ازاي يلا كمان انتوا اعملوا معايا هنا عندي نمبر 9 هقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 شايفين معايا اصدقائي اه يا اصدقائي نحط السمكة دي في الدايرة دي مش معانا في السيركل بتاعتنا هبدأ كده اعمل بيك okay. سيركل اوكي نشوف اللي بعده يا اصدقائي هنا اصدقائي هنتعلم مع بعض حاجه جديده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل اصدقائي تو جروبس يعني مجموعتين المجموعتين دول اصدقائي هيكونوا ايه تو ايكوالز يعني هما الاتنين بيكونوا متساويين يعني شايفين معايا اصدقائي عندي الجروب ده في كام بنسل عندي 1 تو ثري. هنا في كام هنا عندي في ثري. طيب وهنا اصدقائي في كام 1 2 3 هنا عندي كمان في 3 يبقى هنا عندي اصدقائي هم الاثنين ايه عندي هم الاثنين ايكوال هم الاثنين متساويين طيب تحتي اصدقائي شايفين معايا هنا جايب هنا عندي مجموعه من بوكس الكتب هنا 1 2 3 4 هنا كام هنا عندي 4 طب وهنا 1 2 3 4 5 ودول عندي 5 إيه دول يا أصدقائي شايفين؟ هنا عندي ده فول ودول عندي فايف يعني هما الاتنين إيه؟ أن إيكوال يعني هما الاتنين مش متساويين، يبقى بعمل عندي أصدقائي العلامة دي، دول معناها إن هي أن إيكوال يعني غير متساويين، طيب ولو هما متساويين بتبقى عندي العلامة دي يعني دي اسمها إيه؟ إيكوال دي اسمها إيه؟ يبقى دول عندي أصدقائي، two equal sets يعني مجموعتين متساويين. طيب هنا دول عندي أصدقائي، دي عندي فور ودي عندي five يبقى هما الاتنين إيه؟ (unequal) يعني بقول two unequal sets يعني مجموعتين غير متساويين. اصدقائي طيب نشوف مع بعض عندي امثله تانية هنا بوتك يعني ضع صح فور each يعني ضع صح على المجموعتين المتساويين and false فور ان ايكوال وده وضع عليهم الغلط على المجموعات اللي غير متساويه يلا اصدقائي يا حلوين نبدا كده نعد مع بعض نشوف مع بعض عندي ايكوال و وان ايكوال هنبدا كده اصدقائي نعمل كاونت ونعد 1 3 4 دول عندي كام يا اصدقائي دول عندي 5 طيب وهنا عندي دول كام 1 2 3 4 ودول عندي 4 دول عندي يا اصدقائي ايكوال نو no. دول عندي ان ايكوال فيتس يعني مجموعات غير متساويه ده عندي 5 وده عندي 4 هما الاثنين قد بعض يا اصدقائي طبعا لا عندي اصدقائي دول عندي 1 2 3 دول كام يا اصدقائي دول عندي 3 ودول كام؟ 1 2 3 دول كمان عندي يا اصدقائي 3 شايفين معايا اصدقائي هما الاثنين قد بعض اه هما الاثنين قد بعض يبقى هما الاثنين ايه ايكوالز يعني هما متساويين ايكوال فيس يعني مجموعات متساويه يبقى انا احط عندي تك طيب ايه اللي بعدها شايفين معايا اصدقائي دول عندي 1 2 3 4 دول عندي 4 وده كام يا اصدقائي 1 2 3 4 دول كمان يا اصدقائي 4 يبقى هما الاتنين ايكوالز يبقى هعمل تك طيب اللي بعدها دول عندي فيش السمك شايفين معايا هنا 1 2 3 4 فايف دول عندي 5 طيب ودول يا اصدقائي 1 تو 3 شايفين معايا اصدقائي عندي هنا دول اكتر من دول يعني هما دول عندي يا اصدقائي equal يعني مجموعات غير متساويه يبقى انا هعمل ايه هعمل فولس اوكي أصدقائي يا حلوين؟ نشوف اللي بعده. أصدقائي color and complete as example يعني بيقول لون وأكمل كما في المثال. بيقول 2 equals يعني اتنين يساوي الاتنين يا أصدقائي أو number 2 بتساوي إيه؟ one and one. يعني بيكون عندي أصدقائي 1 وعندي 1 شايفين معايا أصدقائي 1 and one equals إيه؟ equals 2 شايفين معايا هنا عندي balls. هنا عندي 1 دولز ان 1 دولز ايكوالز كام ايكوالز 2 طيب هنا عندي اصدقائي عندي جايب اصدقائي 4 ايكوالز او عندي ال 4 ايكوالز ايه هو هنا عندي موضح جايب عندي 2 تريز او 2 بالم تريز وجايب هنا عندي 2 بالم تريز عندي هنا اصدقائي 2 هو ملونهم وعندي 2 مش متلونين هنا زي ما شايفين معايا اصدقائي يبقى هنا عندي اصدقائي ال 2 دي شايفين معايا فين اهي يبقى انا هكتب عندي تو اللي هما دول يبقى هحط عندي تو يبقى عندي الفور يا اصدقائي تو ان تو كام يا اصدقائي تو ان تو تمام يا اصدقائي طيب عندي هنا جايب بن اللي هو القلم هنا جايب كام قلم هنا عندي دول 6 بنز يعني دول ست اقلام ال 6 دي كام اند كام ها يا اصدقائي ادي يعني عندي 1 2 3 هكتب عندي 3 طيب ودول 1 2 3 يبقى هكتب كمان ثري يبقى سيكس ايكوال 3 عندي ثري اوكي اصدقائي طيب هنا جايب عندي اية ال يا اصدقائي ها 8 إيكوال هنشوف عندي الكرات اللي هي متلونه 1 تو 3 4 هكتب 4 طيب وهنا اصدقائي الكرات اللي مش ملونه هنا عندي كام عندي كمان 4 1 تو 3 4 يبقى انا هكتب 4 يبقى عندي 8 equals هقول 4 and 4 عندي ال 8 دي يا أصدقائي 4 and 4 طيب وهنا أصدقائي الأبولز هبدأ أشوف عندي الأبولز اللي متلونة هنا 1, 2, 3, 4, 5 هكتب هنا 5 وهنا 1, 2, 3, 4, 5 هكتب هنا عندي 5 يبقى عندي 10 equals 5 and 5 مرة كمان يا أصدقائي أصدقائي 2 equals 1 and 1 4 equals 2 and 2 6 equals 3 and 3 8 equals 4 and 4 10 equals 5 and 5 تمام اصدقائي نشوف مع بعض ماتش ايتش ايكوال 6 يعني بيقول وصل المجموعات المتساويه يلا اصدقائي مع بعض نشوف فين عندي المجموعات المتساويه هنا اول حاجه هنبدا كده نعدهم ونشوف هنا بيقول وهنعد كده اصدقائي نعمل كاونت 1 2 3 4 5 دول عندي 5 هكتب كده 5 طيب دول يا أصدقائي 1 2 3 4 5 6 7 هكتب كده يا أصدقائي 7 هنا عندي أصدقائي دول كام 1 2 هبدأ أعمل 2 وهنا 1 2 3 4 5 6 هكتب هنا 6 وهنا أصدقائي 1 2 3 4 هكتب هنا إيه حكتب فور والناحيه الناحية التانية كمان هنبدأ نعمل كاونت نعد وان تو ثري فور هكتب ايه هكتب سكس وهنا يا أصدقائي نبدأ نعد وان تو ثري فور هنا عندي فور وهنا 1 تو ثري فور فايف هكتب يا أصدقائي فايف لازم يا أصدقائي نكون شاطرين في كتابة الأرقام هنا عندي 1 تو هكتب تو وهنا اصدقائي هعد كده الباندا 1 2 3 4 5 6 7 هكتبي اصدقائي 7 نبدا نعمل ماتش هنا عندي نمبر 6 هنبدا كده اصدقائي نعمل ماتش مع نمبر 6 هنا عندي 4 هنبدا نعمل ماتش كده اصدقائي نعمل ماتش مع اخر واحده دي نمبر 4 طب وهنا عندي 5 فين عندي 5 يا اصدقائي فوق خالص هنبدا نحط كده ونعمل ماتش فايف هنا عندي اصدقائي تون، شايفين معايا قدامها اهي هنبدا نعمل ماتش طيب وهنا عندي اصدقائي هنا عندي تيدي بير هنبدا كده نوصل اخر حاجه عندي بايه بالبنده هي كمان سيفن تمام يا حلوين يلا نشوف اللي بعده كومبليت از اكزامبل يعني اكمل كما في المثال شايفين معايا اصدقائي هو اول حاجه هنا عمل كاونت عد كل الفراشات اللي موجوده هنا عندي في البيكشر اللي قدامي دول اصدقائي عدهم كانوا كام كانوا عندي 2 طيب عندي الفراشه اللي لونها ريد لونها احمر دول كام 1 2 3 هو كتب 3 طيب والفراشه اللي لونها جرين 1 2 3 4 5 6 7 كتب كام كتب عندي 7 فكرة هنا أصدقائي إن إحنا نتعلم اني لما أقول 3 دي عندي أصدقائي مكونات العدد 10 مكونات العدد عشرة. يعني إزاي أصدقائي إن إحنا نعمل إيه نعمل عندي ست مجموعة to make يعني إحنا نعمل مجموعة المجموعة دي مكونة من عشرة. يعني أنا لما أحط عندي 3 وأجيب عندي كمان 7 هيدونا كام هيدونا عندي 6 مجموعة 2 make علشان نعمل 10 طيب هنا عندي أبولز التفاحات احنا عادة نعدهم كلهم احنا هنعمل كاونت نعدهم كلهم هنلاقيهم كام هنلاقيهم 10 طيب هنا عندي أصدقائي جرين جرين أبول نبدأ نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 دول عندي كام يا أصدقائي 8 يبقى هكتب 8 وعندي ريد أبول دول كام 2 1 2 يبقى هكتب 2 عندي اصدقائي التين ايكوز 2 اند 8 تمام يا اصدقائي طيب هنا عندي الكارز هنبدا نعدهم كلهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عندي 10 تمام طيب هنا عندي براون كارز هنا هقول 1 2 3 4 5 هكتب هنا 5 طيب ودول 1 2 3 4 5 هكتب كمان 5 يبقى عندي اصدقائي 10 equals 5 and 5 اوكي okay. طيب هنشوف مع بعض عندي rabbits هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هكتب هنا اصدقائي 10 طيب, يعني طيب وهنا يا اصدقائي نعمل count 1 2 3 4 5 6 هنا هكتب 6 طيب وهنا يا اصدقائي 1 2 3 4 هكتب 4 يبقى يا أصدقائي التين ايكوالز سكس آند فور، أوكي؟ طيب هنشوف يا أصدقائي اللي بعده، بيقول ماتش إتش تو سيكس تو ميك تين، يعني وصل مجموعتين علشان تعمل تين علشان نعمل عشرة، يلا أصدقائي هنوصل كل مجموعتين علشان يدونا في النهاية تين زي ما تعلمنا مع بعض، دول عندي أصدقائي كام؟ دول عندي فور، طيب عاوزين يا أصدقائي نعمل جروب علشان نوصل لحد نمبر تين. طب يا اصدقائي هقول فور هقول هعمل كده اصدقائي علشان اسهلها لنفسي هعدي كده هعمل جنبها بالونات تانية او هعمل جنبها اصدقائي عشرة تانية هقول ايه هقول كده عندي فايف تمام هعمل كده عندي سكس سيفن ايت ناين تن. كده أنا عملت يا أصدقائي تين طيب كام واحدة دول يا أصدقائي وان تو فور فايف دول عندي سكس فين هنا عندي سكس أدي عندي وان تو 3 فور فايف سكس يبقى هنعمل كده أصدقائي ماتش طيب وهنا عندي أصدقائي دول عندي 3 هنبدأ كده نعد لحد ما نوصل لتين. هقول فور فايف سكس سيفن ناين تين دول عندي كام يا أصدقائي؟ 1 2 3 4 5 6 7 دول عندي 7 فين عندي يا أصدقائي؟ أهو دول عندي 7 هبدأ أعمل ماتش طيب وهنا عندي بوكس الكتب دي 1 2 3 4 5 هنبدأ كده أصدقائي نبدأ نعد كمان هقول 6 7 8 9 10 10 دول كام عندي أصدقائي؟ دول عندي فايل. يبقى فين عندي اصدقائي يبقى هوصلهم عندي بدي تمام طب بيقول كومبليت ذا دوتس تو ميك ten ذا ماتش ذا ماتش از اكزامبل يعني اكمل بيقول دوتس معناها النقاط علشان تعمل ايه علشان تعمل عشرة وبيقول وصل كما في المثال هنشوف نشوف مع بعض عندي التمرين ده بيتكلم عن ايه هنا جايب عندي الدوتس جايب عندي 1 2 يبقى عندي اول حاجه عندي 2 طيب وبعدين بيقول 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى هختار 2 and 8 يبقى دي 2 وعندي 8 طيب هنا 1 2 3 4 5 6 يبقى اول حاجه هختار نمبر يكون اوله 6 فين عندي اصدقائي اهو بيقول ايه 6 اند 4 يبقى انا هعمل ماتش كده وهكتب عندي هنا 4 ادي 1 2 3 4 أنا كده عملت 4 دقايق طيب هنا أصدقائي يلا معايا هنا 1 2 3 يبقى أول حاجة عندي هختار 3 هنا عندي أصدقائي شايفين فين 3 أول حاجة عندي هي 3 آند 7 يبقى هعمل 1 2 3 4 5 6 7 وكده أصدقائي أنا عملت تاني 6 دي أصدقائي كلها بيشديني 10. يعني لما اقول ان يعني 2 and 8 equals 10. 6 and 4 equals 10. لما اقول 3 and 7 equals 10. طيب هنا عندي اصدقائي 1 2 3 4. دول عندي اصدقائي 4. شايفين معايا فين 4? اهي عندي 4. And 6. يبقى هعمل 1 2 3 4 5 6. وكده عندي اصدقائي عملت ايه? Make 10. عملت اصدقائي كده 10. كده اصدقائي نعمل ماتش طيب هنا 1 2 3 4 5 تمام يا اصدقائي عندي فين اهي 5 هبدا كده اعمل 5 كمان 1 2 3 4 5 كده عملت يا اصدقائي مجموعه طيب هنا هقول 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى ابدا اول حاجه عندي ب 8 تمام يا اصدقائي وهبدا احط عندي 2 يبقى عندي 8 and 2 اصدقائي تعلمنا مع بعض ازاي نهاردة نعمل رقم 10 ازاي نعمل رقم 10 او ازاي يعني نعمل مجموعة المجموعة دي بتتكون من نمبر 10 يعني زي ما قلنا اصدقائي 3 and 7 8 and 2 4 and 6 2 and 8 5 and 5 6 and 4 دي كلها اصدقائي بيدينا كم في النهاية 10 اصدقائي احنا خلصنا درسنا النهارده يا اكون قدرت افيدكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ثانكس فور واتشينج باي باي